خلال حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية، السيسي يؤكد تطبيق قانون الطوارئ بحزم في مواجهة التعديل، ويدعو الإعلام للمشاركة في استعادة حقوق الشعب والدولة. المتحدث العسكري يعلن اكتشاف نفق بعمق 10 أمتار شمال سيناء وعن ضبط أسلحة على الحدود الغربية. ماكرون يعلن اليوم تشكيلة حكومته الجديدة برئاسة إدوارد فيلي. الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت جرينتش. مواد بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من النيل، مرحبا بكم. تحية لكم. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن الاستيلاء على أرض الشعب وحقوق فقرائه هو تهديد لأمن مصر، ومسؤولية الدولة أن تنظم كيفية الحصول على الأراضي وهي أراضي كل المصريين عن طريق أحكام الدستور ومواد القانون. وفي حوار له مع رؤساء تحرير الصحف القومية، أضاف الرئيس السيسي أن قانون الطوارئ سيطبق بحزم في مواجهة التعديات، ومن سيرفع السلاح سيواجه بكل قوة، داعيا الإعلام إلى المشاركة في استعادة حقوق الدولة والشعب، وسيكون هناك ممثلين لشباب المحافظات ليروا حجم التعدي. وأضاف الرئيس السيسي أنه سيتم زيادة حد الإعفاء الضريبي ومضاعفة المقررات التموينية للمواطنين، مشيرا إلى أنه سيكون هناك إجراءات جديدة خلال أسابيع لمصلحة الطبقة المتوسطة ومحدود الدخل. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا دكتور سمير راغب المحلل السياسي. دكتور سمير، بعد التحية، قراءتك لهذا الحوار الأخير الخاص بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رؤساء تحرير الصحف القومية ودعوته للإعلام بشكل خاص بالمشاركة في استعادة حقوق الشعب والدولة، وأنه سيكون هناك ممثلين لشباب المحافظات ليروا حجم التعدي الحادث حاليا على أراضي الدولة. لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مش لقاء تقليدي هذه المرة. نعم. لأن هو بيعكس اللي سيادته شافه بعينه من المواطنين بشكل مباشر. الرئيس لم يعتمد على التقارير أو على أداء الحكومة. نعم. هو اتحرك في كافة اتجاهات مصر، سواء في مدن القناة أو في أقصى الصعيد، في أسوان، في إيلا، في دلتا، في الشمال، في الجنوب، في كل منطقة. الملف اللي فتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي ما حدش جرأ ان هو يفتحه قبل كده. موضوع التعدي على اراضي الدوله ومافيا الاراضي ما حدش فتحه قبل كده. نعم. وده اكتر ملف الحقيقه، وانا بعتبر ان دي ثوره من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسيسجل التاريخ ان الرئيس عبد الفتاح السيسي استعاد حقوق الدوله. حقوق الدوله ليس ان تكون اراضيها مغتصبه من دوله اخرى فقط، لا يوجد لدينا اراضي مغتصبه من دوله اخرى ونملك سيادتنا على كافه اراضينا، لكن كون ان تتولى فئه قليله من المجتمع الاستيلاء على مقدرات الشعب، ان كان عددهم زي ما قال الرئيس 50,000 ولا 30,000، يستولوا على حقوق 90 مليون في ارض، الارض دي مش حقنا وحدنا، ده حقنا حق الاجيال الجايه. نعم. صحيح. القانون نظم انك تستفيد بالارض وتزرعها وتتخصص لك وتدفع ثمنها لما تكون بتزرعها، مش انك انت تزرع 30 فدان وعايز تستولى على 1000 فدان. بالاضافه لان في كلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي في رساله مهمه جدا. نعم. يعني الجهات صاحبه الولايه على الارض في مصر هي القوات المسلحه واراضي الدوله ووزاره الزراعه. القوات المسلحه ما فيش متر من اراضي القوات المسلحه مستولى عليها، كله في نطاق املاك الدوله وفي في 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 وزاره الزراعه. اذا امكانيه ان كل جهه تمثل الدوله في جزء من الاراضي انها ان تحافظ وتسترد الاراضي فهذا شيء مهم. نعم. اضافة لان دور الاعلام اللي اتكلم عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي دور مهم جدا، لسبب الاعلام لما بيتحرك بيكون اداه مساعده للحاكم، وده بيعكس ان الرئيس عبد الفتاح السيسي بيوجه نداء للاعلام ان يكون شريك في الرقابه. قضيه الاعلام ليس في تعطيل الحكومه او مهاجمه الدوله، ولكن ان يساعد ان يكون اداه بتكشف للناس وبتكشف للناس حجم التعديات هذه الاراضي اذا تم
بتاعها بسعر عادل، فهي هتكون فرصة ان احنا نخفف الازمة الاقتصادية، او سواء اتعمرت، ما لو اتعمرت سواء لو اتزرعت، ما هو ده الزرع ده هيحل لنا مشكلة وهيساعد العمالة. لكن فكرة اللي هو بيسموها تسييع الاراضي، ان انا استولى على ارض واقول اصل انا واضع يد عليها، وبعد وقت لما يجي العمران اقرب منها اروح اعملها منتجعات او اعملها كومباوندز ومناطق سكنيه وابيعها للقادرين، ويبدا من غير القادرين في في في, في هذا الدائره الازمات. نعم. اشكرك جزيل الشكر دكتور سمير راغب المحلل السياسي، شكرا جزيلا على هذه المشاركه. وجه رئيس الوزراء شريف اسماعيل باستيراد كميات إضافية من اللحوم والدواجن والأسماك لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان، وأكد خلال لقائه وزير التموين علي المصلحي أهمية ضمان توافر السلع الأساسية بالأسعار المناسبة في الأسواق. كما عقد رئيس الوزراء اجتماعا مع المجموعة الاقتصادية لمتابعة جهود الحكومة لجذب الاستثمارات، إضافة إلى حضوره التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وشركة فيزا العالمية لتنفيذ مشروع تفعيل الاقتصاد الرقمي. جهود مكثفة من الحكومة للاستعداد لشهر رمضان وتوفير السلع الأساسية واستيراد كميات إضافية من اللحوم والدواجن والأسماك لتلبية احتياجات المواطنين، وتأكيد من الحكومة على تدفق الاستثمارات لمصر، أهم ما جاء خلال اجتماع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، والتي عقبها مؤتمر صحفي أكد خلاله وزير المالية أن صرف العلاوة الاجتماعية بنسبة 10% يتم قبل شهر رمضان المقبل. على جميع الجهات المختصة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف هذه العلاوة لمستحقيها على المدة من 1/7/2016 حتى تاريخ العمل به قبل حلول شهر رمضان المبارك، على أن يستمر الصرف بعد ذلك شهريا في المواعيد المقررة. فأنا بس حابب أطمن حضراتكم بالنسبة للي تم في العلاوة. كما شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وشركة فيزا العالمية للبدء في تنفيذ مشروع لتطوير البنية التحتية التكنولوجية لتطبيق الشمول المالي والتحول إلى الاقتصاد الرقمي. حجم التعاون حجم كبير، احنا بنتكلم في مليارات الجنيهات. التعاون والحقيقه ده هيبقى استثمارات خارجيه او فورن دايركت انفستمنت جايه من شركه فيزا العالميه، يعني هي شركه فيزا العالميه هي اللي تقوم بكافه الاستثمارات الخاصه بالبنيه الاساسيه. 10 مليارات جنيه وفرتها الحكومة العام الماضي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى تصل أموال تلك المشروعات إلى كل مستويات المجتمع خاصة الشباب. هذا ما صرح به محافظ البنك المركزي خلال المؤتمر.
غيرنا فكر الاقتراض في البنوك من كان فكر فقط كله بيمول شركات كبيرة، ان احنا الفكر تغير وفرض البنك المركزي على البنوك نسبة من قروضها للمشروعات الصغيرة. فهذا يعني التغيير في الفكر وفي الثقافة حدثت، وكل ما احنا بنمشي في الموضوع ده بيحصل في تحسن كبير. كما صرح محافظ البنك المركزي أن البنك استطاع أن يوفر كافة الاحتياجات المطلوبة للدولة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد لتحقيق الاستقرار للمواطن المصري. أزمة النقد الأجنبي في مصر انتهت بلا عودة بعد أن سيطر الصندوق المصرفي على سوق النقد الأجنبي في مصر، والعام القادم سيشهد طفرة قوية في أداء الاقتصاد المصري بدون معوقات. من مقر مجلس الوزراء، أحمد أبو الحسن، النيل. تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط كمية من الأسلحة والذخائر والمخدرات ومواد التهريب أثناء محاولة لتهريبها عبر منطقة بحر الرمال الأعظم على الحدود الغربية، واكتشاف نفق خرساني على عمق 10 أمتار على الشريط الحدودي بشمال سيناء. وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة إن قوات حرس الحدود تواصل جهودها في توجيه ضرباتها القاسمة للعناصر الإجرامية التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري، وذلك في إطار جهود القوات المسلحة في مكافحة النشاط الإرهابي والإجرامي. شهد وزير الدفاع صدقي صبحي الفريق أول لصدقي صبحي إجراءات تفتيش ورفع الكفاءة القتالية والفنية لإحدى التشكيلات المدرعة بالمنطقة المركزية العسكرية بعد تطويرها وتسليحها وفقا لأحدث النظم القتالية. وقال صبحي إن القوات المسلحة شهدت خلال الفترة الماضية قفزة غير مسبوقة نحو تطوير نظم التسليح والتدريب، مؤكدا أن أمن مصر وسلامتها يكمن في الحفاظ على قوات مسلحة قوية ومستعدة للتضحية. شهد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية والفنية لإحدى التشكيلات المدرعة بالمنطقة المركزية العسكرية بعد تطويرها وتسليحها وفقا لأحدث النظم القتالية. وألقى اللواء أركان حرب أيمن عامر قائد المنطقة المركزية العسكرية كلمة أكد فيها حرص مقاتلي المنطقة على الحفاظ على أعلى درجات الكفاءة والاستعداد القتالي لكافة التشكيلات والوحدات لتظل عند حسن الظن بها. كما استمع القائد العام لعرض تقرير الكفاءة القتالية للتشكيل والذي تضمن الحالة الفنية والإدارية والقتالية وما شهده من تطوير في الأسلحة والمعدات بما يمكنه من تنفيذ كافة المهام التي توكل إليه. وقام الفريق أول صدقي صبحي بالمرور على القوات المنفذة للتفتيش للاطمئنان على جاهزيتها، وتفقد عددا من المنظومات المطورة التي زود بها التشكيل في إطار استراتيجية التطوير والتحديث التي تنفذها القوات المسلحة، وفرض عددا من المواقف الطارئة غير المخططة للتأكد من تفهم المهام المكلفين بها وتنفيذ عدد من معدلات الأداء. وناقش القائد العام عددا من الضباط والجنود المشتركين في التفتيش في أسلوب تنفيذهم لمهامهم وكيفية مواجهة المواقف الطارئة التي يمكن حدوثها، وأشاد بالاستعداد الجاد والروح المعنوية العالية لرجال القوات المسلحة وعناصر الاحتياط المستدعى من الضباط والجنود، معربا عن اعتزازه بعطائهم والتزامهم وحرصهم على الوفاء بالمهام المقدسة للقوات المسلحة. أنا بشكر كل الأفاضل العظماء المستدعين من الضباط والجنود اللي انه ترك بيته واسرته وشغله وجي ينفذ الاستدعاء طبقا للأوامر بتاعت بلده وطبقا لأوامر جيشه العظيم عشان يعاون مع الفرقة التاسعة المدرعة في رفع الكفاءة القتالية للفرقة التاسعة المدرعة واستعدادها لتنفيذ اي مهام. وبحملكم رسالة للأب والأم والزوجة والولاد، هذا الشكر العظيم ليك ولأسرتك ان اسرتك قالت لك اتفضل مع السلامة روح البلد متناديلك،
البلد محتاجاك. هو ده المقاتل المصري الاصيل اللي يجب ان يكون بالشكل ده. بلده محتاجاله لازم يؤدي التحية وينفذ في ثانية وهو سعيد. حضر اجراءات التفتيش الفريق محمود حجازي رئيس اركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة. يبدأ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب زيارة رسمية إلى اليابان تستمر حتى 22 من مايو الجاري، وذلك على رأس وفد برلماني رفيع المستوى بناء على دعوة من رئيس مجلس النواب الياباني. من المقرر أن يلتقي عبد العال مع الوفد البرلماني مع رئيس الوزراء الياباني ورئيسي البرلمان بغرفتي النواب والمستشارين، إلى جانب رئيس جمعية الصداقة البرلمانية بين البلدين وحاكمة طوكيو يوريكو كويكي التي تلقى تعليمها في مصر، ورئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا ورئيس شركة تويوتا. تأتي هذه الزيارة في ظل ما تشهده العلاقات بين البلدين من نمو مطرد في كافة المجالات، وتمثل انعكاسا لتاريخ متميز وراسخ من العلاقات المصرية اليابانية. يعقد اليوم اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب 60 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمشاركة وزراء العدل أو من يمثلهم من كل من الأردن والسعودية والعراق وجمهورية القمر المتحدة والكويت وموريتانيا وقطر، ومن المقرر عقده على مدار يومين. يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الدول العربية المبذولة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومحاربة الفساد ودعم العدالة الجنائية في الدول العربية. إلى آخر تطورات الملف السوري، ففي ثاني أيام مفاوضات جنيف حول الأزمة السورية يتوقع أن يقدم وفدا الحكومة السورية والمعارضة ردهما على اقتراح مفاجئ طرحته الأمم المتحدة يمهد الطريق لإعداد دستور جديد للبلاد. كان وفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية قد تعهد بعدم مغادرة الجولة الجديدة من مباحثات جنيف، مطالبا بمفاوضات مستمرة دون توقف لتحقيق تقدم في مسار حل الأزمة السورية. كان وفد المعارضة قد بحث في أول أيام المحادثات مع المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا ملفي الدستور والمعتقلين في سجون الحكومة السورية. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا من جنيف الأستاذ تامر أبو العنين الكاتب الصحفي. أستاذ تامر، بعد التحية، إلى أي مدى تعول على مفاوضات جنيف هذه المرة للوصول لحل، خاصة في ظل تعهد وفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية بعدم مغادرة الجولة السادسة من المفاوضات والمطالبة بمفاوضات مستمرة دون توقف لتحقيق تقدم في مسار حل الأزمة السورية؟ في الواقع يعني بعد التحية شكرا على الاستضافة. في الواقع هذه المباحثات تجري في أجواء ماراثونية شديدة السرعة وشديدة التعقيد. أيضا لم يحدث في مسار المفاوضات السورية أن التقى دينستورا مع وفده 6 مرات في يوم واحد مع وفود المعارضة والنظام في محاولة البحث عن نقاط أو خواتم مشتركة يمكن أن يبدأ فيها. وكما ذكرتم فإنه يبدأ أيضا في موضوع أعتذر إليك الأستاذ تامر أبو العنين المحلل السياسي والكاتب الصحفي من جنيف. قصفت طائرات التحالف العربي اليوم مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي في محافظات صنعاء والجوف وحجة في اليمن. أفادت مصادر عسكرية أن المقاتلات قصفت مواقع تابعة للميليشيات في منطقة حريب نهم شمال شرق العاصمة صنعاء، كما قصفت آليات وتعزيزات عسكرية لمواقع في جبهة حرب وميدي في محافظة حجة. وفي محافظة الجوف قصفت طائرات تحالف مواقع الحوثيين في منطقة مزوية بالتزامن مع تجدد المعارك بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي بمختلف الأسلحة. يا
أعلن اليوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تشكيلة أول حكومة له برئاسة إدوار فيليب بعد إرجاء الإعلان عنها أمس حرصا على حسن اختيار الفريق الحكومي. يأتي هذا فيما أكد رئيس الوزراء إدوار فيليب بعد توليه منصبه الجديد أنه سيعمل على بناء غالبية منبثقة من كل الانتماءات السياسية، مؤكدا أنه رعى في اختياراته أن تكون فوق شبهات الفساد، بالإضافة إلى عدم وجود تضارب في المصالح لدى الوزراء الجدد. نشرتنا تتواصل معكم وفيها بعد هذا الفاصل: مقتل مسلح وإصابة 14 شخصا في هجوم على مقر تلفزيون شرقي أفغانستان. خلال حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية، السيسي يؤكد تطبيق قانون الطوارئ بحزم في مواجهة التعديات، ويدعو الإعلام للمشاركة في استعادة حقوق الدولة والشعب. المتحدث العسكري يعلن اكتشاف نفق بعمق 10 أمتار شمال سيناء وضبط أسلحة على الحدود الغربية. ماكرون يعلن اليوم تشكيلة حكومته الجديدة برئاسة إدوارد فيليب. والآن أهم أخبار المال والأعمال، أهم أخبار الاقتصاد في هذه النشرة، التفاصيل مع الزميل حسام الدين عاطف. إليك حسام. شكرا لك غادة وشكرا لك ريهام. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى باقتنا الاقتصادية، أهم ما فيها: البورصة المصرية ترتفع حتى منتصف التعاملات بدعم من مشتريات المستثمرين العرب. أهلا بكم من جديد. نبدأ من البورصة المصرية التي سجلت مؤشراتها ارتفاعات جماعية حتى منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، مدعومة بعمليات شراء من قبل المستثمرين العرب، بينما مال المستثمرين المصريون والأجانب نحو البيع. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.7 مليار جنيه ليبلغ مستوى 669.4 مليارا وسط التعاملات بلغت 691.7 مليون جنيه. ترأس المهندس طارق المولى وزير البترول والثروات المعدنية اجتماع اللجنة العليا لمتابعة موقف تقدم الأعمال في تنفيذ مشروع تنمية حقل أتول بمنطقة امتياز شمال دمياط البحرية التابعة لشركة بي بي وفي شرق دلتا النيل بالبحر المتوسط. وتم خلال الاجتماع استعراض معدلات تقدم المشروع، حيث بلغت نسبة تقدم الأعمال في المشروع 53%، وتبلغ احتياطيات حقل أتول 1.5 تريليون قدم مكعب غاز و31 مليون برميل متكثفات، وتبلغ استثماراته 3.8 مليار دولار. وتم تعجيل بخطة تنمية المشروع ليبدأ باكورة إنتاجه نهاية العام الجاري بمعدل إنتاج يومي 300 مليون قدم غاز و8000 برميل من المتكثفات. بحثت الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي مع كونور بويال رئيس بعثة منظمة العمل الدولية إلى مصر ومدير فريق عمل ببرنامج العمل الأفضل بالمنظمة، بحث سبل تحسين مؤشرات الحوكمة وانضمام مصر للبرنامج، وذلك بحضور مدير المنظمة بالقاهرة بيتر فان جوي. وأكدت نصر أن الوزارة تعمل على تحسين مؤشرات الحوكمة بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة الإدارية. وأشادت الوزيرة ببرنامج العمل الأفضل الذي يهدف إلى تحسين ظروف العمل تعزيز التنافسية في سلاسل التوريد العالمية لقطاع الملابس.
على صعيد آخر، شهادة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، شهدوا توقيع عقد تنفيذي دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروعي إنشاء محطة كهرباء بالطاقة الشمسية وإنشاء مصنع لإنتاج شرائح ألواح الطاقة الشمسية من رمال السيليكا المصرية بين وزارة الإنتاج الحربي واتحاد الاستشاريين بطاقة إنتاجية سنوية تقدر بالواحد جيجاوات. أعرب الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن تطلعه لزيادة فرص التعاون بين مصر وبولندا، لا سيما في المجالات المتعلقة بالقطاع الزراعي والإنتاج الحيواني وانسياب حركة التبادل التجاري للحاصلات والمنتجات الزراعية بين البلدين. وأشار وزير الزراعة خلال لقائه مع نيهاو موركوتشينسكي سفير بولندا بالقاهرة إلى إمكانية التعاون بين البلدين في مجال تكنولوجيا إدارة المياه للترشيد الاستهلاك، فضلا عن التعاون في مشروعات تطوير الميكنة الزراعية بمصر. تتواصل فعاليات المعرض البحريني المصري المشترك الأول بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات والتي تنظمه غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية. وعلى هامش فعاليات هذا المؤتمر أكدت غرفة الصناعات مواد البناء سعيها لجعل مصر أكبر دولة منتجة لمواد البناء بالمنطقة، كما تهدف استراتيجيتها إلى زيادة حجم صادرات القطاع التي ارتفعت إلى $1.395 مليار في الربع الأول من العام الحالي. من جانبه يتوقع المجلس التصديري للصناعات الكيميائية ارتفاع حجم الصادرات المصرية بقطاع الصناعات الكيميائية بنسبة 20% بنهاية هذا العام، حيث قفزت بنسبة 32% خلال الربع الأول من 2017 لتسجل أكثر من $1 مليار. أعلن قطاع الاتفاقات التجارية التابع لوزارة التجارة والصناعة أنه تم الاتفاق مع الجانب السعودي على استكمال الإجراءات التي يقوم بها الجانب المصري من أجل رفع الحظر المفروض على الصادرات المصرية من الحيوانات الحية. جاء ذلك في ختام اجتماعات فريق العمل المصري السعودي المعني بمتابعة التوصيات الصادرة عن الدورة 15 للجنة المصرية السعودية المشتركة بالقاهرة. في خطوة جديدة للحاق بركب التكنولوجيا الحديثة، طورت شركة في سوريا تطبيقا على الهواتف المحمولة يسمح لعملائها في دمشق وحلب طلب سيارات الأجرة عبر الهواتف الذكية. هذه الخدمة تأتي كمحاولة من السوريين للارتقاء بظروفهم الحياتية خصوصا في ظل الحرب المستعرة بالبلاد منذ 6 سنوات. المستعرة في سوريا منذ 6 سنوات، لم يتوقف السوريون عن التفكير في تحسين حياتهم ولا عن السعي للالتحاق بقطار التكنولوجيا الذي يسير بسرعة كبيرة. فعلى غرار خدمة أوبر لسيارة الأجرة، تتوفر الآن خدمة ملاح في سوريا من خلال شركة طورت تطبيقا على الهواتف المحمولة يتيح لعملائها في دمشق وحلب بشكل أساسي طلب سيارات الأجرة عبر هواتفهم. العالم كله تطور سواء شيء 5 سنين، وكان هدفنا من زمان نعمل هالشيء، بس مشكلة الحرب والصار البلد تأخرنا فيها، وهلا إن شاء الله بلشنا فيها ونجح فيها إن شاء الله. فالخدمة تستهدف فئتين من الجمهور، أولهما تلك التي تعشق التكنولوجيا الحديثة وترغب في أن تطلب سيارة أجرة من خلال تطبيق على الهاتف الذكي، وثانيهما الفئة التي تبحث عن أسعار أرخص. أنا برأيي أبليكيشن ملاح كثير مناسب، أنا فيني أطلب التاكسي وأنا بالبيت قاعد بدون ما أعذب حالي وقف ساعة حتى أنطر ألاقي تاكسي مأجور، وفر علي الوقت سواء كان بالشوب أو بالبرد. كثير خدمة جيدة والأسعار مناسبة، حتى طريقة التلقي، يعني انه انا ببعت الطلب بعد 10 دقائق او ربع ساعة بيكون تاكسي تحت البيت. وبالنسبة لبعض العملاء في دمشق، تعتبر خدمة ملاح خيارا امنا عن اي سيارات اجرة اخرى. طبعا اضمن المصدر دائما، يعني شركة خاصة، انا بعرف المكتب، بعرف المسؤولين، انه السيارات كلياتها معروفة تابعة لجهة معينة، فاكيد بالامان هي امان، وكمان بالرخص ارخص. وتشغل خدمة ملاح حاليا 50 سيارة أجرة في دمشق و 25 في حلب، وتأمل في أن يتسنى لها توسيع أسطولها لكي تصل إلى مزيد من العملاء.
مشاهدينا الكرام، بهذا التقرير من سوريا ومحاولة للتغلب على الأحوال والظروف منذ الحرب من ستة أعوام، نعود إلى أخبار السياسة بعد انتهاء هذه الفقرة الاقتصادية مع غادة وريهام. شكرا حسين. شكرا لك حسين. أعلنت الداخلية الأفغانية مقتل مسلح وإصابة 14 شخصا على الأقل في الاشتباكات الدائرة بين قوات الأمن ومسلحين اقتحموا مقر التلفزيون الرسمي في إقليم نانغار هار بشرق البلاد. وقال المتحدث باسم الداخلية إن أحد المهاجمين قتل في الاشتباكات، مشيرا إلى أن الهجوم بدأ بانفجار وأعقبته معركة بالأسلحة، في حين لم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء. قالت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية اليوم إن موقفها الأساسي يتمثل في ضرورة فتح قنوات اتصال مع كوريا الشمالية، يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الكوري الجديد مون جي إن إلى اتباع سياسة ذات مسارين تشمل فرض عقوبات وإجراء حوار مع بيونغ يانغ. كانت كوريا الشمالية قد قطعت قنوات الاتصال بين الكوريتين في عام 2016 بعد العقوبات التي فرضت على خلفية التجربة النووية الأخيرة التي أجرتها. تنطلق اليوم فعاليات الدورة 70 من مهرجان كان السينمائي الدولي بحضور عدد غير مسبوق من النجوم العالميين والعاملين في مجال السينما والعاشقين للفنون وسط إجراءات أمنية مشددة. كان قد وصل أمس أعضاء لجنة التحكيم برئاسة المخرج الإسباني بيدرو المودوفار، والتي تضم النجم الأمريكي ويل سميث والممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، التي ستقوم بإحياء حفل الافتتاح، حيث يشارك في المهرجان هذا العام كل من روبرت باتيسون وجواكين فينيكس وكولت فاريل وجوليان مور وكريستين دانست وويلف فاينينغ ونيكول كيدمان والفرنسية إيزابيلا أوبيير. ويتنافس على جوائز المهرجان الذي يستمر 12 يوما أفلام من 29 دولة، حيث تم اختيار فيلم أشباح إسماعيل للمخرج الفرنسي أرنو ديبلشات ليكون فيلم الافتتاح، كما يتنافس فيلمان وتشارك فلسطين أيضا في مسابقة الأفلام القصيرة من خلال فيلم يعرض معاناة الفلسطينيين. بانوراما النيل زالت تتواصل معكم ونتابع فيها بعد هذا الفاصل. قرط نسيج يباع في المزاد بأكثر من 57 مليون دولار.